مساء الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عالم منوعات. نورني دايما اسرة قناة عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب دايما الصحة وتكونوا في احسن حال. ياريت متنسوناش في اللايكات فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان نكون دايما على تواصل. تعالوا نشوف بقى احداث مسلسل العائدون الحلقة الخامسة. زي ما احنا شايفين كده معانا، هو طبعا بطولة نجم امير كرارة، و معاه طبعا مجموعه كبيره جدا من النجوم. تعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل في مسلسل عائدون الحلقه الخامسه. زي ما احنا شايفين كده معانا اهوت، ثم تطورت الاحداث لدخول شخص يدعى عزام اللي هو محمد عز، يقوم بجمع مواد بسيطه لصنع قنبله وعبوه ناسفه كبيره تكون في مكان عام. يذاع مسلسل العوده حصريا على قناه بي ام سي ومنصه المشاهد. بطولة أمير كرارة وأمين الخليل ومحمود عبد الموني ومحمد الأحمد، وطبعا عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج ميديا حب سعادة جوهر. طبعا هو أصلا مسلسل أساسا بيتكلم عن عودة العائدون من داعش وكده. هو أصلا بيتكلم عن الحاجات القديمة اللي حصلت في المخابرات المصرية، يعني بيشرحها بالتفصيل. وطبعا المسلسل ده العائدون ده هو بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وعدد كبير جدا جدا من نجوم الفن. وطبعا ناس كتيرة جدا بتتابعه، لأن ناس كتيرة بتحب أصلا النجم أمير كرارة، وبتحب برضو بيحبوا برضو أمينة خليل يعني، وهم بصراحة قاموا بالدور كويس جدا جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الأحداث برضو اللي حصلت في الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون. زي ما احنا شايفين كده معانا، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو مستوحي من أحداث حقيقية وقعت بين عامي 2018 و 2020، ويستعرض عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى الكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية الهادفة إلى تقسيم المنطقة. طبعا هي طبعا مخططات إرهابية وكده بتهدف لتقسيم المنطقة العربية ونشر الثقافة والأيديولوجية من الإرهاب. يعني بيحاولوا بقى ان هم ينشروا الارهاب طبعا والحاجات دي كلها. واصلا المسلسل اساسا قايم على المخططات الارهابية والحاجات ديت، يعني كل اللي كان بيحصل في 2018 و 2020 الحاجات دي حقيقية فعلا اللي حصلت في المسلسل ده. وتحولت الأحداث حيث سأل أمير كرارة عمر بدوره أبو أميرة عن العملية، لكنه فاجأه أنه يعلم فقط أنها ستكون خطيرة للغاية، قائلا: ما كنت أعرفه أن العملية ستكون كبيرة جدا، لأن طبعا أنهم يخططون العملية كبيرة في مصر. الدم يسيل على الركب على الركبتين. طبعا بقى هم طبعا أمير كرارة طبعا اللي هو بيجسد دور عمر يعني بدوره أبو أميرة، طبعا لما راح اتكلم عن العملية وكده قالوا له إن طبعا دي عملية خطيرة جدا وهتكون عملية كبيرة جدا، وهم بيخططوا لها في الإرهابيين يعني بيخططوا لها في مصر، والدم هيسيل للركب. دي طبعا كانت ملخص أحداث الحلقة الخامسة مسلسل عائد.